سر اختفاء النحل. سيكون اليوم حافلاً بجمع العسل من الزهور يا رومبا. سيكون النحل منشغلاً للغاية. أحب العسل. ترى كيف يصنعه النحل؟ هل ترى قلب هذه الزهرة؟ نعم، إنه مليء بالرحيق. يجمع النحل هذا الرحيق ويأخذه إلى الخلية، وهناك يحوله إلى عسل شهي لذيذ مثل هذا. مدهش، النحل في منتهى البراعة. شهي. سأذهب لأرى كرز. إلى اللقاء. وداعاً، زرعت الكثير من الزهور للنحل في الحديقة. هل تذهب معي لنرى كيف نمت؟ أجل، أرجوك يا بينون. حلزون، هذا مثالي للرسم. إنه لا يتقفز كما أنه جميل وبطيء. مرحباً يا لين. رسم حلزون جميل. تستطيعين أن ترسمي زهوري الجميلة الجديدة؟ لقد زرعتها هناك، تعالي. أنا لا أرى أي زهور هنا يا بينون. ولا أنا. لقد زرعتها في هذا المكان، لكنها لم تنمو بعد. يا إلهي. حسناً إذن، علي فقط أن أزرع المزيد. هيا بنا يا رومبا، فلنذهب لنحضر المزيد من البذور. أظن أن معي كل ما أحتاجه. سوف أعتني بالنحل حتى تعود يا بينون. النحل لا يحتاج إلى جليسة كالأطفال يا رومبا، لكن إن كنت سترعاه عليك ارتداء هذا، لأن النحل قد يلسعك. أنا لم أعتني بنحل من قبل يا بينون، سيكون هذا ممتعاً. أين ذهب جميع النحل؟ ربما يكون مختبئاً. اظهر أيها النحل، أينما كنت؟ أيها النحل، إلى أين ذهبت؟ هذا رداء رائع يا رومبا. ماذا تفعل؟ أنا أبحث عن نحل بينون. كان من المفترض أن أرى النحل، ولكن لا أستطيع العثور عليه. أثق أنهم لم يبتعدوا كثيراً عن هنا يا رومبا. سأضع هذه الرسوم في الداخل لأجل بينون. سأساعدك على إيجاد النحل. أشكرك يا كرز، الآن يمكنك أن تبدو رائعاً أيضاً. يا إلهي، إن رسوم لين كلها رائعة، لكنها رسمت الكثير منها. روزي، لدينا مشكلة. بحثنا في كل مكان لكننا لم نعثر على النحل. يا إلهي. بينون سوف يغضب مني جداً. لقد وثق بي لرعاية النحل، وبدون النحل لن يكون هناك عسل. ربما هناك طريقة أخرى للحصول عليه. نعم، يمكننا أن نصنع العسل بدلاً منه. كيف؟ بينون قال إن النحل يجمع الرحيق من الزهور ويحوله إلى عسل. إذن هذا ما سوف نفعله. إنها فارغة. ماذا عنك؟ آسف يا رومبا. علينا أن نكون صغار الحجم مثل النحلة لنستخرج الرحيق من الزهور. يتعين علي أن أخبر بينون أنني لست راعي نحل جيد، وأنني أضعت النحل. أهلاً فكري، هل رأيت نحل بينون في أي مكان؟ انظر هناك، لقد كان يحوم هنا طوال اليوم. زهور، الكثير منها. لقد تنزهنا هنا وأكلنا بذور الزهور، لابد أننا أسقطنا بعضها. سيتمكن النحل من صنع عسل كثير منها. لكن كيف سيجد طريقه إلى الخلية؟ قد وجدتك يا بينون. مرحبا يا لين، ما الذي تحملينه؟
كنت حزينا للغاية بشأن عدم نمو زهورك، فرسمت لك الكثير من الزهور كي تضعها في بيتك بدلا منها. لكن هناك الكثير منها بالفعل في بيت بينون. رامبا، أوه، إنها رسوم جميلة يا لين، أشكرك. من المؤسف أن لا أحد يريدها. كل هذه الرسوم وهذا النحل أعطوني فكرة رائعة. بفضل رسوماتك عاد النحل إلى خليته. إذن سيكون لديك عسل في النهاية يا بينون. أشكركم. حسناً، يستغرق النحل وقتاً لتحويل الرحيق إلى عسل، لذا لن نحصل عليه وقت تناول الشاي. لكن لحسن الحظ دائماً لدي كميات إضافية من العسل للطوارئ. أيريد أحدكم شطائر عسل مع الشاي؟ مع الملكة. حسناً، ها قد انتهينا يا رومبا. ها، جيد. الآن يحق لرومبا بعض الراحة. زائر. مرحباً يا روزي. ادخل يا بينون. ما الأمر؟ تبدو حائراً يا بينون، فيما تفكر؟ اسمع، العزيز بينون، أنت مدعو إلى قصري لنشرب الشاي معا من الملكة. لما الخوف إذن يا بينون؟ هيا احتفل، تحمس. أنت ستشرب الشاي مع الملكة في قصر الملكة. لكني قلق، لم أشرب الشاي مع ملكة سابقاً، كيف أتصرف؟ ماذا لو اتسخ فمي بالحلوى أو يدي بالكريمة؟ هذا أمر مقلق. ليس وأنت برفقة الشخصين المناسبين. حقاً؟ حقاً؟ نعم، سنعلمك كيف تشرب الشاي مع الملكة باحترام. مستعد يا رومبا؟ طبعاً أنا مستعد. شكراً، شكراً لكما. لا شكر على. لنبدأ بإنزال رومبا رجاءً. عفواً. جيد، لنلقي نظرة عليك. أولاً الملابس الأنيقة. هيا أرنا الآن. جميل، أنيق. والآن عليك المشي بشكل مستقيم. ماذا تعني؟ تعني عليك أن تمشي كالأسد بثقة كبيرة هكذا. أسد، وافق. يب، هذا أسد عجوز. كل ما يلزمه هو بعض التمرين. تحسن بسرعة. أنا أبدو غبياً صح؟ لا أبداً يا بينون، بل تبدو رائعاً. تابع المشي نحو أعلى التلة. هنا الدرس الأخير. هذه أفضل خدعة لي. شاي مع الملكة. من يصدق؟ الصغيرة لين، هل ستحب شرب الشاي مع الملكة أيضاً؟ العزيزة لين، أنت مدعوة إلى قصري. اسمعوا جميعاً، اسمعوا. ما الأمر يا لين؟ العزيزة لين، أنت مدعوة لنشرب الشاي معاً في قصري من الملكة. بخير، بخير. لما العجلة يا بلبلة؟
أنا مدعوة لشرب الشاي مع الملكة. أنا بلبلة مع الملكة. عرفت أن هذا اليوم سيأتي وسأجلس حول الطاولة الملكية. أوه، وأنت أيضاً؟ العزيزة بلبلة، بعد التحية أنت مدعوة إلى قصري لنشرب الشاي معاً من الملكة. بينون، هل أعطيتني دعوتك؟ ودعوتك يا لين؟ ما الأمر يا روزي؟ أنا أعرف جيداً هذا الخط. لم أعلم أنك تعرفين الملكة. لا أعرفها، أعرف من كتب هذا. ماذا تعنين يا روزي؟ أعني أن هذه من كرز. ماذا؟ لكني تدربت. وأنا لمعت من كاري. هذا ليس لطيفا يا كرز. أوه يا مساكين. هيا اتبعوني جميعا. إلى أين تأخذين الجميع يا روزي؟ إلى قصر جلالة الملكة بالطبع. هيا. رائع، لكن ظننتها كانت خدعة. إذن كم ملكة تعرفين يا روزي؟ واحدة فقط. ها، إلى أين تذهبون؟ سنذهب إلى القصر. قصر الملكة. مهلاً، لقد كنت أخدعكم، كانت مجرد مصحة. كن متأكداً أن جلالة الملكة لا تمزح، تحديداً في دعوات شرب الشاي. هل آتي معكم؟ هل تلقيت دعوة؟ لا. آسفون. من هنا؟ أتينا لنشرب الشاي مع الملكة. جلالة الملكة في انتظاركم داخل القصر. ماذا يجري هنا؟ شكراً لقدومكم إلى قصري. تبدين جميلة. وطاولة الطعام. نعم، وفي هذا القصر لا مانع من بعض الطعام فوق الفم والحلوى فوق اليدين. سأفتح. أهلا رومبا. تقصد سيد رومبا. سيد رومبا، هل أستطيع الانضمام إلى حفلة الملكة روزي؟ بالطبع، بشرط واحد. ما هو؟ أيها الصبي، كوب عصير آخر إذا سمح. حسناً، على الفور يا سيدتي.